راجل كفايه بقى، مش سامعك كويس، بطل وشوش. ما انت بتتوشوش، مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين، يلا باي. ارجو يا حاج ان انا ما كنتش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا لسه كنت جاي لنبيله في بوستين. ايه؟ لا جاي اخد كلمتين في القضيه يعني. بحسب البوستين. ايه؟ اصل سمعتها بوسه، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفه وعفيفه وظريفة وشرفي بحب بالليفة. ابني كنت الليفة يا حاج، حبي يا جمل. ده انت عندك في البيت رهوان يا بنت. خلصي التليفون اللي معاك ده وشوفي الافوكاتو، يمكن نطلع منه بمصلحة. طب يلا بقى، باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فتح. ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا، اخويا انا. يا حبيبي. اكبر من الصغير ولا هو ايه؟ يا راجل لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش. يا راجل ده ابن خالتي. ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا، اقفل اكلمك بعدين، يلا باي. باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعه. منور يا حاج عجة. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست، انا بس شفت ثواني ثواني. اوعى بعد ما امشي بقى. انت رايح فين؟ اجي لك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص، نتقابل في الجلسه. باي. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن هذا المرتهن الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة، ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم، فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعالي يا غريبة. سيد الرئيس، مش فين الشهادة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع، حصل الاعتداء عليكي، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي، اجل يا سيدي. وعلى حسب أقوالك برضك في النيابة إنك قلتي إن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا الله ينور عليه هو، ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ؟ نعم؟ هنا؟
بعد اذنك المكلف في صلب وعنق القضية. اتفضل. انا اللي بتصل. انا ايوه. ردي يا حاجة. ردي ردي يا حاجة. فتح الله عليك. ردي ردي. الو. الو. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نبيلة الحايح مش كده؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. طب ده رقم تليفون سعادتك مش كده؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك اثناء الحادثه صح؟ اجل اجل. انا بس حبيت اثبت لرساله المحكمه ان دي النمره الخاصه بالمولدعيه اللي كانت معاها اثناء الزعططه. وكان عايز ياخد منك الموبايل صح؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب ازاي يا ست الريس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده خمس مكالمات كل مكالمه لا تقل عن 10-12 دقيقه وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركه نفسها بتاعه المحمول بتقول ان جالها خمس مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعه. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل بس يحصل بقى سعادتك الا اذا كانت هي في حاله الاعتداء كانت بتكلم صاحبتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سياده الرئيس. يا ام هتظبطي. يلا باي. نبيله انت نمره الموبايل بتاعك 013 45-30-1. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضوريا أولا بإلقاء القبض على المجني عليها وإحالتها إلى نيابة العام وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها، وثانيا براءة المتهم عصام بيومي من التهمة المسندة إليه. رفعت الجلسة. بقول لحضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما تفضلها مكان. يا باشا يا باشا البشوات يا دكتور يا مستر سكلانس احنا داخلين على عز وفلوس جايه وحياه تانيه خالص.